اهلا بيكم النهاردة احنا هنتكلم عن بقية الاعدادات بتاعة الحساب بتاعنا بعد ما اتعلمنا ازاي ان احنا ننشئ حساب جديد احنا النهاردة هنتعلم ازاي نهيئ الحساب بتاعنا ونكمل السيتنج بتاعتنا عشان خاطر بعد كده نبدأ نشتغل في الـ 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 رفع الصور بتاعتنا في المرحلة اللي بعد كده ان شاء الله اه احنا اخدنا المرة اللي فاتت ازاي نظبط البروفايل بتاعنا المرة دي احنا هندخل في ازاي نظبط السيتنج بتاعتنا كلها اه اول حاجة هنا في الاكونت سيتنج بعد ما ادخل هنا على اسمي هلاقي في القايمة اكونت سيتنج اول واحدة انا بدخل على الاكونت سيتنج بتاعتي وهنلاقي هنا في الايميل ادرس انا ممكن اغير الايميل بتاعي باي ايميل تاني ممكن اغير الباسورد هنا الاي دي ده هو بيديهولي شاتر ستوك بداية من أول ما أنا ببدأ أشتغل أو بكرية الحساب عليه خلاص أنا بيبقى لي أي دي زي رقم هوية زي رقم بطاقة زي رقم مسبور كده يعني طيب بعد كده ديسبلي نيم ده الاسم بتاعك اللي هيبان بعد كده وانت ممكن تقدر تغيره برضو من هنا يبقى الاي دي الوحيد اللي هنا ما نقدرش ان احنا نغيره دي اول قائمه اللي هي اسمها ديتيلز طيب بعد كده في الكونتاكت انفورميشن بتاعك وده العناوين بتاعتك وانت تقدر برضو تغيرها من هنا ودي الميلنج ادرس بتاعك اللي هو العنوان البريدي وعنوان السكن بتاعك ورقم التليفون وده برضو تقدر تغيره من هنا وتحط العنوان بتاعك لازم يا جماعة العنوان بتاعكم يكون صحيح لان الحاجات دي كلها بتفرق بعد كده في عملية الدفع القائمة اللي بعد كده اللي هي بي اوت انفورميشن وديت المعلومات بتاعت المدفوعات اول حاجه ميك بيمنت 2 وتحط اسمك واسمك لازم يكون صحيح وممكن تغيره من هنا بعد كده انت بوابه الدفع اللي انت هتستقبل عليها الفلوس بتاعتك هتكون هي ايه هما يوفر لك هنا ثلاث بوابات اول حاجه واشهرهم اللي هو البي بعد كده البايونير وده برضه مشهور جدا والسكريل دول الثلاثة اللي موجودين ودول اللي تقدر لو عندك أي حساب على أي واحد فيهم تقدر تحط البيانات بتاعتك فيه عشان تستقبل علي الحساب عشان تستقبل عليها الفلوس طيب في بعض من البلدان يعني انت لو تقولي تسألني انا افضل ايه انا بفضل البيبل طبعا بس في بعض البلدان ما بتقبلش او البيب بال ما بيفتحش اكونتات عليها بعد كده في طرق تانية تقدر ان انت تفتح اكونت على البي وتحوله من يعني من من بايونير لبيبال يعني في كذا طريقه ممكن احنا نتكلم فيها لو انتم عايزين ان احنا نتكلم في الموضوع ده بعدين احنا ممكن نعمل له حلقه لوحده اللي عنده بايونير على طول ممكن يحط الحساب بتاعه على البايونير وخلاص طيب هنا بيقول لك البي اوت ايميل وده الحساب بتاعك اللي موجود على البيبال او على البانير او على السكرل اي واحد فيهم الايميل اللي انت مشترك بيه هناك انت اللي بتحطه هنا عشان هو بيقدر يحول لك عليه لو ما حطيت اي ايميل تاني هيحول على الايميل تاني ده لو موجود لو مش موجود هيبقى فيه عمليه خطا في التحويل فلازم تاخد بالك من النقطه ديت وتبقى عارف انت الايميل بتاعك وتحطه بنفس الطريقه الصحيحه بتاعتك اوعى تغلط في حرف اوعى تغلط في سبيلينج كلام من ده طيب الحاجة اللي بعديها هي المينيمم بي اوت وده اقل حد او الحد الادنى اللي انت عايزه يحول لك بعديها الفلوس اوتوماتيك يعني مجرد ما تعمل هنا خمسين دولار يبقى هو اول ما توصل الحساب او البالانس بتاعك خمسين دولار هو على طول بيحول لك على البي بالاكونت ده بيحول لك الخمسين دولار بتوعك في بعد كده اخر حاجة وديت الحقوق الملكية بتاعتك انت بتعلم له على يس في الايمج وفي الفيديوهات الاثنين وهنا بيقول لك ان يعني احنا نحفظ حقوقك حقوق الملكيه بتاعتك في ضد الانتهاك ضد السرقه ضد 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 الحاجات دي كلها عشان ما ياخد منك الشغل بتاعك ويسرقه بعد ما هنخلص كل الايديتنج بتاعي هنا انا بعمل سيف سيتنجز وبكون خلصت الاعدادات بتاعه الحساب بتاعي هناخد بقى النهارده كمان معانا قايمه بتاعت الايرنينج عن نبص عليها وهناخد اول حاجه اللي هي التقارير بتاعه الارباح بتاعتك كلها هنا هو بيقول لك ال Summary بتاعك ده بيديك تقارير عن كل حاجه وكل عمليه بيع حصلت لك في سواء في الشهر أو سواء في السنه بتحدد انت السنه اللي انت عايزها وبيديك التحليل بتاعتك كلها فبيقول لك ان انت مثلا التوتال بتاعك انت بعت قد ايه او عملت نسبه داونلود قد ايه انت كسبت قد ايه آه بيفنط لك اللي انت كسبته او الارباح بتاعتك آه بيحددها بيقسم لك بيقسمها لك بيقول ان انت مثلا جالك من المشتركين آه مبلغ قد كده جالك من المبيعات اللي هي مره واحده على طول جالك قد كده وهكذا طبعا بيجي لك بقى بالايام كل يوم بيقول لك انت بعت قد ايه وعمل واتعمل كام نسبه داونلود وكسبت منهم قد ايه طبعا انت ممكن تحدد من هنا السنه بتاعتك وممكن تحدد الشهر بتاعك وبعدين بتقول له شو يعني مثلا لو جيت هنا على 2019 وقلت له ديسمبر 2019 وقلت له شو فهيديني تقرير تاني خالص او نسب تاني خالص غير اللي انت كنت شايفها من شوية دي بقى المبيعات بتاعتك او ارباحك في ديسمبر 2019 كمان هنا ممكن تقدر تشوف او يقدر يحللك الصور بتاعتك تمام اتعمل لها عملية داونلود بقد إيه؟ فلوس وكم مرة والتواريخ ماشي وبيرتبها لك على حسب الصور بتاعتك انباعت قد إيه أو أكتر صور انباعت من أعلى صورة لأدنى صورة ممكن يقول لك كمان يحدد لك التقرير بتاعتك على حسب الاشتراكات بتاعتك أو الاشتراكات بتاعت سوري المشتركين يعني المشتركين اللي هم خدوا الصورة واشتروها بسعر عالي وطبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان اللي بيشتري بسعر بيشتري مره واحده ممكن يشتريها بسعر اغلى من اللي بيكون مشترك في الموقع فهو هنا بيقول لك ان الصور ديت هي اللي اتباعت واتباعت قد ايه كم مره بعد كده في للفيديوهات وبعد كده ندخل على القائمه اللي بعد في القائمه الاولانيه على الخيار الثاني وده بيقول لنا فيه حاجه كده زي الافليت بمعنى ايه هو بيديك لينك وبيقول لك أنت لما تشير اللينك ده والناس تيجي عن طريقك أو تشترك عن طريقك في الموقع وتبدأ ترفع صور وتبيع أنت بيبقى ليك نسبة وهو شرح لك النسبة هنا إن أنت بتاخد أربعة سنت يعني عشرة في المئة على سوري أربعة سنت في الصور وعشرة في المئة على الفيديوهات لو الناس اللي جت عن طريقك رفعت فيديوهات واتباعت تمام. وبتاخد المية لو انت خدت اللينك ده وديته لحد والحد ده دخل عن طريقك سجل واشترى صور من الموقع فانت بتاخد من عليه نسبة هو كمان فاصبح ان انت بس مش فقط بتبيع صور انت كمان لو انت سوقت كونتريبيوتر بتاخد نسبة ولو جبت له كاستمر بيشتري برضه بتاخد نسبة بعد كده بيقول لك البيمنت هيستوري ديت الصفحه ديت بت بتديك التقارير بتاعة البيمنت اللي اتدفع لك قبل كده بالفعل اوريدي انت اخدته ووصل لك وجالك لك على حسابك في البي او على اي ايه بوابة دفع تانية من اللي انت مختاره الحاجة الاخيرة هناخدها النهاردة وهي التاكس سنتر وديت حاجة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها كل سنة انت بت بتحدث الفايل ده وده ده طبعا عشان خاطر الضرائب الامريكية والكلام من ده فانت بتقول له ان انت مواطن امريكي او عايش في امريكا ولا لا وبتقول له ان البيزنس بتاعك ده شركه ولا افراد وبتحدد له برضو الكلام من ده وبتمضي على البي دي اف اللي هو بيديهولك طبعا هو هنا البي دي اف موجود بتعمل له داونلود ونقدر نشوفه من هنا بيكون بالشكل ده انت بتملى البيانات بتاعتك زي ما هي موجوده هنا تاريخك واسمك وعنوانك ورقم تليفونك وكذا 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 وبتدي له السيجنتشر بتاعك وده بيكون ديجيتال سيجنتشر يعني انت بتمضي بس فقط تايبنج بالكيبورد مش بتمضي بايدك يعني وبعد كده بيتوافق عليه بعد فتره هو بياخد بياخد تقريبا حوالي اربعة وعشرين ساعه وبعد كده بيوافق عليه وبيقول لك ان هو ابروف في تاريخ كذا وانت التاكس بتاعتك كده مظبوطة طبعا التاكس دي وظيفتها ان انت لو في امريكا انت بتتحاسب على مبيعات بشريحة مختلفة وبتاخد منك فلوس مختلفة كوميشن مختلفة للموقع لما بتيجي تنباع او انت اللي بتاخد بمعنى صح المبلغ الارباح بتاعك بيبقى مختلفة عن اللي مش عايش في امريكا فانت بتثبت له ان انت مش عايش في امريكا وبخلص على كده كده احنا اخدنا النهارده التهيئه بتاعه الحساب تكبيلته واخدنا شرح القايمه بتاعه الايرنينجز اه الحلقه الجايه ان شاء الله هنقوله ايه الاخطاء بتاعه الصور اللي احنا بنقع فيها وما بيتفقش عليها وايه الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها من البدايه خالص عشان يبقى احنا عارفين ان صور صورنا هتتقبل على طول والحلقة اللي بعديها نبدأ نرفع ان شاء الله على طول الصور ودي ان شاء الله هتكون يعتبر اخر حلقة بعد كده نبدأ ندخل على تي image ان شاء الله نشرحه برضو بالتفصيل بس نخلص شاطر ستوك وان شاء الله ندخل على الاي ستوك او الجيت image ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم